أما هلا سلمى رح روح لعالم تصميم الأزياء، يعني مهنة أو موهبة تصميم الأزياء عند كتير من الشباب، لكن هي ما بتحتاج فقط لموهبة، يمكن بتحتاج لمهارات لحتى يسقل هي المهارات ويكون مبدع بعمله. صحيحة ليلى، وكمان خلينا ننوهك أنه هاي الموهبة هي موهبة جميلة كتير. صحيح. ممكن تكون عند الشباب أو عند الصبايا، ولكن بهذا الوقت في كتير ناس بتستغرب أنه يا ترى هاي الموهبة ممكن تكون منتجة، ممكن تكون مشروع، ولا ممكن تضل هواية؟ فقط هواية. تماما يا سلمى، رح نحكي اليوم أكثر عن هذا الموضوع وكيف ممكن الشاب يوصل للإتقان من خلال هاي الموهبة. رح نحكي أكثر، معنا اليوم الشاب بيدرس الفنون الجميلة وبيعمل في تصميم الأزياء، معنا علي الرواس. منرحب فيك، سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك. صباح الخير علي. صباح، أهلا وسهلا فيك. يعني شيء كتير حلو أنه الشخص يكون بيعرف يصمم أزياء وبنفس الوقت يطلع الشخص اللي قدامه بشكل وصورة جميلة جدا. خلينا نحكي بالبداية، كيف بلشت معك الفكرة؟ تعرفنا أكثر عن نفسك، ليش اخترت هذا المجال؟ هلا صار لي من زمان كتير، أنا بس هدفي كان تصميم الأزياء وضليت عم مارسه لهلا. السنة الماضية كنت عم أقدم بكالوريا وحبيت بلش بالشغل نظامي، فبلشت بالمشروع تبعي وساويت كولكشن بسيط. تشتغل بالأزياء من زمان كتير، متذكر من الأول يعني، أو حتى من أول ما بلشت هيك كنت بس أرسم تصميم أزياء وفساتين حلو. إيه وهيك. أول فكرة بلشت معك علي، شو الفكرة اللي إجت ببالك وصممتها؟ حبيت إنه خلص فوراً باشر بالعمل، فساويت كولكشن من 14 قطعة وطبقناهن وبلشنا نشتغل، وساويت صفحة على الإنستغرام وبلشت أنشر. حلو. من كم سنة هاي صلى هلا صفحة؟ هاي السنة الماضية. السنة الماضية. تمام. طيب اليوم تصميم الأزياء عالم صعب يعني، وكمان بده دراسة يعني، لأنه أنت ما بيكفي أنا أكون موهوب لأرسم رسمة حلوة وأقول عنها أنه هاي تصميم. أخذت كورسات شيء، دخلت بهذا المجال بشكل مهني أكثر حرفي، تتعلم عليه بشكل حرفي؟ هلا لا، بس مارست من زمان بالرسم وهي الشغلة بحسها ذوق، ممكن تختلف من حدا لحدا. ودراستي اللي عم تساعد، عم بدرس فنون جميلة، فكمان مارست الرسم أكثر، وإن شاء الله بالمستقبل حأدرس تصميم أزياء إن شاء الله. يعني في علاقة بين الموهبة وبين دراستك بتصميم الأزياء؟ أكيد طبعاً. تمام، تحكي لنا شوية أكثر عن حالك علي، وشو الخطوات اللي اتبعتها وكيف وشو عندك هيك عم تخطط تعمله هلا جديد؟ هلا الخطوات كانت تصميم الأزياء من زمان، كانت ستي إلى مجال بال تصميم الأزياء وهيك، فكنت دائما محاط بمواد، يكون في حدا بالعائلة إجباري هيك محاط بمواد وأمايش وهيك. فبلشت أول شيء أتعرف أكثر على الأمايش وطبعا مع الرسم وهيك، وفدمجت بيناتهم حلو. هلا وأنت عم تحكي عم نشوف بعض من تصاميم الأزياء اللي منها كان على الورق ومنها صار على أرض الواقع. طبعا. يعني مثل ما شايفين هذا كوليكشن صار موجود، وأكيد لبسه حدا. خلينا نحكي أكثر، هذا الكوليكشن تقريبا قد ايه صار له عملته؟ كم قطعة كان؟ كيف إن كان من اختيار اللوكيشن لاختيار الإضاءة اللي موجودة، كله هذا بيأثر على كيف أنت عرضت هذا الكوليكشن. تمام. هلا هو 14 قطعة ما قلت، وحاولت لاقي مكان هيك مناسق، انه التصاميم هنا شوي حديثين يعتبروا، فبس ما حبيت كثير عجق، فخلص انه خلفيه سوداء، فيكون التركيز اكثر على التصميم. فيها علي الوان او اقمشه محدده بتحب تدخلها بتصاميمك؟ تمام. هلا بهالكولكشن حبيت استخدم قمايش اللي فيها تكستشر اكثر ما تكون بس هيك قمايش ساده، حبيت استعمل الجلد كتير، وقمايش لميعة بتلمع بتعطي ألوان مختلفة على الضوء وهيك، حسيت بتعطي شيء أحلى للتصميم. طيب علي، دائما كل حدا بيكون عنده بصمة خاصة له، وبنفس الوقت بيكون في شيء اسمه خط، اللي هو خط الموضة العام، يعني بيشوف بشكل عام شو الموضة السنة، بياخد منها وبيطفي لمسته الخاصة. مين المصممين الأزياء اللي بتتابعهم دائما، بتشوف شو الموضة تبعيتهم، بتحاول تعمل شيء مميز فيه؟ هلا في مصممين أزياء قديمين كنت كتير بحبهم،
مثل مين؟ مصمم ازياء ايطالي اسمه ميو جلير، هذا كثير كثير بحب شغله وبحس في شوي نفس الستايل بين شغله والشيء اللي انا مساوي. مين كمان؟ من هلا من هذا الجيل تقريبا الجيل الجديد اللي صعب كثير اللي صعب اكيد طبعا. تمام علي، ذكرت انه انت السنه الماضيه قدمت البكالوريا، يمكن وقفت شوي عن هذا الشيء او اثر عليك هذا الشيء، فصلت بين دراستك وبين تصميم الازياء او هي الموهبه، تحكي لنا شوي. اكيد طبعا. هلا انا بوقت فراغي كنت السنه الماضيه كنت اساوي السكتشات وكنت اشتغل عليهم انا وستي، وستي كانت هي الاساس طبعا، هي اللي ساوت القطع واشتغلت عليهم انا ساعدتها، بس كله التصميم مني والاشراف وهيك. تمام، يعني هي عم بتساعدك حاليا بهذا المشروع. بدنا نوجه لها تحيه، نقول لها يسعد صباحك وين ما كنتي موجوده، ونقول لها شكرا كثير على تنميه هي المواهب. طيب ستك ساعدتك، والدتك ووالدك شو دورهم بهذا الموضوع؟ اليوم يمكن كمان الام بتساعد كثير بانه مثلا ممكن فصلت لها شيء. مين اول حدا لبسته؟ كان من العيله ولا من برا العيله؟ هلا بتذكر بالصف السابع كان عيد ميلاد اختي، فساويت لها كان بس فستان قصير ساويته على ايدي وقتها، كان بس هيك على ايدي، كان بسيط يعني، بس كانت فكره حلوه وهي حبتها ولهلا محتفظين فيه. هي اول قطعه كانت لك تقريبا علي؟ هلا انا من زمان كنت ساوي بس كله على ايدي يعني، ما كان في شيء كثير مختلف، اشياء بسيطه. اي تمام. قديش لقيت حالك وقت هيك الفستان ولبسته اختك يعني، او كان اول شيء حلو وقديش انبسطتوا هن؟ خصوصا اختك شو كانت رده فعلها بهذا الوقت؟ اي والله كثير انبسطت وحسيت انه هديه مختلفه غير، وخصوصا انه كانت صنع ايد. حلو حلو، دائما يكون في عنا هيك نتاج مستمر ومتطور. مثل ما قلت علي، انت بلشت تطور شوي من نفسك، من انه انت تشتغل شيء بالايد لحتى تشتغل يمكن شيء منسق اكثر. هل في بلشت تعمل شيء شغل ورشه ممكن حدا يطلب منك؟ بما انه قلت فتحت صفحه على الانستغرام، اليوم اغلب المشاريع عم بتكون التسويق لها هو تسويق الكتروني، يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، نحكي اكثر عن هي الجزئيه واهميتها بشغلك. تمام. هلا حبيت انا بلش المشروع بس بهالكم قطعه، هن يعتبروا نوعا ما عمليين، ما كثير ساويت اشياء غريبه او خارجه شوي عن المألوف زياده، فبس كرمال شوف القبول ولقيت القبول جيد، فاكيد المشاريع الجايه حبلش نظامي بالكورشات وهيك ان شاء الله. هل هذا الشيء مكلف بالنسبه لك علي، او ممكن يكون فعلا مشروع مع الايام انه يكون فيه مردود مادي اكبر لك؟ هلا ان شاء الله، هو انا حابب كمل دراستي بالفنون الجميله. حلو. واشتغل بهالمجال، وبعدين ان شاء الله في المستقبل خلص اتجه تصميم الازياء وبس. تصميم الازياء ان شاء الله. طيب في حدا مثلا من الشخصيات المعروفه لبستها؟ مثلا فنانين، عارضات ازياء معروفين، شخصيات مؤثرين، بلوجر، ما الى ذلك، لبست حدا من تصاميمك؟ لسه 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 ما حصل، قريبا ان شاء الله بنشوفك. قبل ما نختم معك اليوم، اهم شيء بتحب هيك انك انت توصله كرساله، رساله لك، يمكن في كثير ناس تحلم بشيء بس ظروف الحياه احيانا الاهل بيشجعوها لا ما بيصير، شو تصميم ازياء لا لازم تدرس شيء عملي، لازم تدخل مجال مهني، انت العكس، الكل شجعك وساعدك، فنحكي شوي قد ايه مهم الشخص يحارب لحتى يوصل لحلمه ولشيء اللي بيحبه. تمام. هلا اكيد طبعا الواحد لازم يضل يحدد هدف واحد ويمشي بطريقه ويحاول يتخطى كل شيء ممكن واقف بطريقه، لانه بالاخير حياته للزلمه هو. تعرضت علي لانتقادات سلبيه يعني من بعض الاشخاص بمحيطك انه انت ليش عم تشتغل بهذا المجال او ليش حبيت هذا الشيء؟ هلا اكيد في، بس ما كثير اثروا فيني لانه الاساس الناس بيعطينا دافع اكبر لحتى. تمام. خصيصا الناس اللي بيهموني عن جد هن كانوا شجعوني، فما كثير همني هذا الشيء. اكيد بدنا نشكره مره ثانيه، لانه مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي كمان دور الاهل كثير اساسي، ان كان بتنميه المواهب او حتى بثقل الشخصيه. بالختام بدنا نشكرك لوجودك معنا ونتمنى لك التوفيق بكل شيء قادم. شكرا لكم. اكيد بدنا نتشكرك ونتمنى لك بالتوفيق بالمشاريع ونشوفك دائما متالق.